أهلا بكم مجددا مشاهدينا. أسفر هجوم انتحاري بسيارة ملغومة وقع في سوق بالعاصمة الصومالية موغاديشو عن سقوط 39 قتيلا وإصابة 50 آخرين على الأقل. ولم تعلن حركة الشباب الإسلامية التي تقاتل الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة مسؤولية على الفور عن هذا الهجوم. وتمكنت حركة الشباب من تنفيذ تفجيرات دموية على الرغم من فقدانها لأغلب الأراضي التي كانت تسيطر عليها في البلاد لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي التي تساند الحكومة الصومالية. لقراءة دلالات هذا التفجير الانتحاري ينضم إلينا عبر الهاتف من الرباط الدكتور خالد الشجراوي الخبير في الشؤون الإفريقية. دكتور أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا سيدتي. طيب دكتور لنتحدث أولا عن الرسالة التي يراد إبلاغها من هذا التفجير الدموي. هي الرسالة واضحة خاصة وأن هذه الدولة الصومال ومنذ سنة 1992 لم تعرف أبدا استقرارا إلى حد الآن. السلطة المركزية في موغاديشو في الحقيقة لا تسيطر إلا على مجموعة من النقاط، في حين أن المجال الصومالي مقسم رسميا إلى قسمين، الشمال الصوماليلاند وهو عبارة عن دولة مستقلة لا يعترف بها أحد وهي نوعا ما مستقلة، ثم الجنوب ومحيط موغاديشو وكسمايو وغيرها كله مشتت عبر مجموعة من أمراء الحروب. وبالنسبة للشباب الإسلامي الذي خرج عن ما كان يسمى في السابق باتحاد المحاكم الشرعية أو المحاكم الإسلامية، فهي مجموعة من الجماعات المشتتة والغير المتناسقة فيما بينها، تقريبا ما بين 5000 إلى 6000 عنصر إرهابي خطيرون للغاية، وهم يسيطرون على مناطق المحيطة بموغاديشو وعلى المناطق القروية. الآن لم يعد لهم أي سيطرة على المناطق الساحلية وخاصة المرافق حيث كانوا يجنون منها العديد من الأموال. الوضع الحالي وهو أنه في 8 فبراير الماضي وقع انتخاب للرئيس الجديد عبد الله فرماجو، ويعتبر هذا الرجل من أقل أو بحسب بعض الإشارات وبحسب بعض المواضيع من أقل الناس يعني سوءا على مستوى المجال السياسي في هذه المنطقة، خاصة وأنه حمل مشعل لمحاربة الرشوة والفقر وغير ذلك. وربما هي رسالة بأن هذا العمل لن يتم وبأن الشباب الإسلامي سوف يمنع أي عمل سياسي تقوم به موغاديشو وأنه سوف يفشل كل عمل تقوم به الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في هذا النطاق. حركة الشباب لم تتبنى الهجوم ولكن هناك أصابع الاتهام التي توجه إليها، هل هذا كذلك ما تعتقده دكتور خالد شجراوي؟ بالضرورة، خاصة وأن الجماعات الإرهابية نعم ما زالت متعددة، هناك خاصة على مستوى الشباب، هناك الحزب الإسلامي ضعيف نوعا ما في هذه الأيام في الصومال، في حين أن الحركات ومنذ سنة 2012 بالضبط، خاصة أن سنة 2012 تمت السيطرة على مجموعة من المرافق من لدن الحكومة المركزية بمساعدة القوات الأممية وقوات الأميسوم التابعة بالأساس للاتحاد الإفريقي، ولكن الجماعات الإرهابية وخاصة الشباب الإسلامي بدأوا يحاولون السيطرة وضرب القوى سواء الإفريقية الأممية أو القوى المركزية في موغاديشو، وبالتالي لا أعتقد بأن هناك جماعات أخرى سوف تقوم بهذا العمل من غير الشباب. ربما هناك مجموعة من يعني التنازعات في داخل هذه الأنظمة التي لم تعد موحدة كما كان في السابق، لكن ما زالت تحدد مسار السلم أو عدم الاستقرار في هذا المجال، ولحد الآن ليست هناك إشارات لوجود جماعة أخرى غير الشباب الإسلامي في هذه المنطقة. حركة الشباب فقدت الكثير من الأراضي ولكن لم نتحدث بعد عن حجم الخطر الحقيقي الذي تمثله الآن. لا يعني المشكلة في هذا النطاق ليس فقط مجموعة الشباب الإسلامي الإرهابية والتي تعيد فسادا وعدم استقرار في منطقة الصومال، المشكل هو عدم وجود دولة مركزية لحد الآن. حتى ولكن ما هو حجم الخطر الذي تمثل هذه الحركة اليوم دكتور؟ هذه الحركة الحالية هي تحيط بالعاصمة موغاديشو وهي مجموعة من الجماعات المتناثرة والمتفرقة تقوم بعمليات إرهابية يصعب محاربتها، رغم أن هناك حضور 22 ألف
جندي وعسكري وأمني ودركي وشرطي تابع للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار عملية لاميسوم. إلا أن النقص في العتاد، النقص في التمويل، النقص في المخابرات، وهناك مجموعة من الأجندات السياسية الجهوية والدولية الغير المتفقة على 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 على, على مقاربة ومراقبة المجال الصومالي، الشيء الذي يجعله من عدم الإمكان القضاء على هذه الجماعة. نعم وقع هناك الحد من خطرها بشكل قوي بعد ضرب المناطق الساحلية ومنعها من السيطرة على الموانئ، ولكن كان ذلك فقط في صالح الدول الغربية والدول التي تهتم بالتجارة في البحر الأحمر. حاليا لم يعد هناك نفس الاهتمام بحكم أن هذه الدول الأوروبية والغربية وعامة دول العالم لم تعد مهددة على مستوى البحر الأحمر، وبالتالي نقص الاهتمام بالمجال الصومالي الداخلي، ولذلك هذه الجماعة تسيطر على كل شيء حاليا. هل تتحرك لوحدها أم لها ارتباطات مع تنظيمات إرهابية أخرى تنشط في المنطقة؟ لا، هي لها أولا لها ارتباط بتنظيم واحد هو تنظيم القاعدة، وارتباطاتها عميقة في هذا الإطار. الخوف حاليا وهو أنه بتراجع تنظيم القاعدة في المجال سواء العربي الإسلامي أو الدولي والإفريقي عموما، بإمكانها أيضا أن ترتبط بتنظيم الدولة الإسلامية الذي بدأ يشهد تراجعا في مناطق الشرق. ولكن ما قوة القاعدة في هذه النقطة بالذات دكتور؟ هو المشكلة القاعدة وهو أنها لها ارتباطات تاريخية بهذا المجال، ثم لها أيضا ارتباطات على المستوى الجغرافي بحكم أنها قريب في إطار علاقتها بالبحر الأحمر، فهي قريبة من منطقة الجزيرة العربية التي تشكل إحدى القواعد الأساس إن على مستوى التمويل المالي أو تمويل بالسلاح أو العلاقات السياسية والإيديولوجية المرتبطة ببعض المخابرات في هذه المنطقة. المشكلة المطروح حاليا أنه لا أحد يعرف إلى أين سوف تتجه هذه الجماعات وما هي خططها في المستقبل، لأن المشكلة المطروح حاليا وهو ما هو الدور الذي تلعبه مجموعة من القوى العسكرية والمخابراتية الغربية المستقرة على بعد بضع مئات من الكيلومترات في هذه المنطقة، خاصة في القواعد في منطقة جيبوتي وأيضا في كينيا. لحد الآن ليس واضحا ما هو ما هي خطط الطريق للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا في هذه المنطقة، وهم يستمعون ويعرفون ما يجول في هذا النطاق. طيب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أي دور تلعبه اليوم؟ أولا يجب أن نعلم هي ليست قوات تابعة للأمم المتحدة على المستوى العالمي، هي قوات إفريقية تابعة للاتحاد الإفريقي. نعم. لكن مدعومة من لدن الأمم المتحدة. نعم. خاصة على مستوى بعض الآليات وغير ذلك. المشكل المطروح في هذه القوات وهو أنها مرتبطة أيضا بالأنظمة التي دفعتها إلى تلك المنطقة، خاصة إمار رواندا وأوغندا، ومثلا بالخصوص يعني أوغندا، وهناك قوات إثيوبيا مرفوضة بشكل كبير في هذه المنطقة. كينيا تحاول أن تراقب المجال، خاصة وأنها مست بكثير من الضربات الإرهابية من لدن الشباب الإسلامي، وهي تتدخل في هذا المجال بشكل قوي، وهناك تناقضات قوية فيما بين دول الجوار ودول المحيط في هذه المنطقة. على أساس أيضا أن هناك مشكل أخطر من ذلك وهو أن هذه القوات الإفريقية رغم أنها تحت مظلة الأمم المتحدة إلا أنها تفقد العتاد، تفقد التدريب، تفقد الخطط، تفقد المعلومات، وتفقد أيضا التغطية الجوية وخاصة على مستوى النقل بالهليكوبتر وغير ذلك، وبالتالي فهي غير قادرة وعاجزة على فرض الاستقرار والسلم في هذه المنطقة. أضف إلى ذلك عدم وجود حكومة قوية، وهناك مشكل كبير جدا الفقر وما يتبعهم من عمليات الرشوة وغير ذلك، لأنه من المعروف أن المجال الصومالي هو مجال ما زالت تتحكم فيه مجموعة من القطاعات المرتبطة بأمراء الحروب وبعض الجماعات القبلية المتنافرة فيما بينها، والتي لا يهمها إلا مصالحها الاقتصادية، خاصة وأن المجال الصومالي الحالي هو مجال مفتوح لجميع التجارات، وبالتالي هناك مجموعة من المصالح المتضاربة التي تمنع أي استقرار سياسي أو حكومة مستقرة في هذا المجال. طيب ما الذي يجعل الصومال دولة التي توصف بالفاشلة تتراجع عن أجندة الاهتمام العالمي؟ هل يجب أن يكون اليوم أولوية؟ أعتقد بأن المشكل أن الصومال لحد الآن ليست أولوية في أي أجندة دولية، ربما تحركت وأصبحت أولوية عندما كان الشباب الإسلامي يسيطرون بالأساس على مرفأ كيسمايو وبعض المرافق الأخرى، وكانت هناك عمليات القرصنة في البحر الأحمر. الآن انتهت أو ضعفت بشكل كبير وربما انعدمت هذه المنطقة بعد العمليات العسكرية الغربية، وخاصة بعد سنة 2012 عند استرجاع مرفأ
كيسمايو. الآن المسألة لم تعد تهدد، وبالتالي تراجع الاهتمام بالمجال الصومالي إلى حين. وهذا خطر دكتور خالد على الأجندة الدولية. الخطر موجود دائما وسوف يبقى موجودا، خاصة على مستوى مجموعة من الدول المرتبطة بالأجندة الدولية ألا وهي كينيا وجيبوتي وإثيوبيا. لكن ما يهم المجال الدولي هو البحر الأحمر بشكل أكبر من هذه الدول. الدكتور خالد الشقراوي الخبير في الشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا، نرجو أن لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم بعد فاصل قصير.